بعض الكتل السياسية أيضا يعني لحد الآن عندهم مخاوف من التيار الصدري، رغم أن التيار الصدري انسحب أصلا، خلي بالعامية نقول ترك الجمل بما حمل إلى باقي الكتل السياسية، ولكن إلى الآن لديهم مخاوف من التيار الصدري ويحاولون أن يغازلون التيار الصدري بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتخوفهم من الشارع الصدري الذي ممكن بتغريدة واحدة من السيد مقتدى الصدر يثور على مجلس النواب وعلى الحكومة ويعلن يعني، وأيضا مثل ما صار السيناريو السابق 2016 دخول مجلس النواب وهكذا، يعني لحد الآن لديهم مخاوف وهواجس من التيار الصدري الى حد ما انه لحد الان منصب النائب الاول للرئيس مجلس النواب هو في كل الدورات كان للتيار الصدري، فقط لدوره واحده صعد السيد العبادي ومن ثم استقال وذهب لتشكيل الحكومه. الان لحد الان ما اتفقوا على اسم للمنصب النائب الاول للرئيس مجلس النواب، ينتظرون موافقه التيار الصدري على هذا المنصب رغم انسحاب التيار الصدري من العمليه السياسيه. نعم. تمام، وما يجيبون من المستقلين يكون يعني ممكن يرشحون شخص من المستقلين، هذا حتى بعض الكتل المسيطره داخل مجلس النواب السماري دي بتسميتها هم تغازل المستقلين وتقول احنا اعطيناكم هذا المنصب بس انتم ساندونه بفلان قضيه او فلان كذا. طيب او بالكابينه الوزاريه المعينه. خليني اتوجه بسؤال اخر للسيد السمراء اذا كان عنده تعقيب على كلام حضرتك فيما يتعلق بمخاوف بعض الكتل من التيار الصدري، هل هنالك فعلا مخاوف من غليان الشارع العراقي لربما بعد تشكيل الحكومة؟ نعم، يعني نحن كتيار حكمة سماحة السيد الحكيم أعلن بصريح العبارة أننا لا نشترك بهذه الحكومة، سواء كان يعني مو مقعدين، إحنا كنا تحالف قوة الدولة لدينا 4 مقاعد، بالتالي اليوم أصبحنا ما يقارب 12 إلى 13 مقعد، بالتالي سواء كنا 4 مقاعد أو 12 مقعد أو حتى 20 مقعد لا نشترك بهذه الحكومة، وموقفنا واضح وصريح وثابت أننا لا نشترك بهذه الحكومة. والجزء الآخر من يعني السؤال بالنسبة لحضرتك، اليوم نحن ليس لدينا تخوف، ولكن اليوم باعتقادي سيد مقتدى الصدر عندما انسحب وتنازل من يعني استحقاق الانتخابي بالتالي لا يريد أن يذهب إلى الشارع، من الغير المعقول أن يترك 73 مقعد ويترك كل المناصب ويذهب إلى الشارع، هذا باعتقادي يعني خارج المنطق والمعقول. ممكن السيد مقتدى الصدر سوف يراقب العملية السياسية، سوف يراقب المناصب الوزارات الكذا، لكن ما يذهب الآن إلى الشارع باعتقادي من غير المنطق والمعقول أن يذهب السيد الصدر إلى الشارع لتهيجة الشارع. السيد الصدر لديه مكانة في العراق والدول وما شاكل ذلك، بالتالي يحظى بمقبولية الجميع، وسيد الصدر لديه يعني تخوف أو يخاف على العراق.